السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا عايز أنقل أسامي الملفات دي كلها في جدول إكسل، فبدل ما تمسك واحد واحد وتعمل رينيم وتاخده كوبي، ممكن يكون عدد الملفات ضخمة جدا، فأنت ممكن تعمل كنترول A اللي يعني سيلكت أول، وبعد كده هدوس شيفت رايت كليك وأقول له كوبي أز باص. كوبي أز باص يبقى كده هياخد اسم الملف ومعاه الباص بتاعه كاملا. وبعد كده أروح للإكسل وهقول له بيست، فجابها لي كلها. وبعد كده هنسخ اللي هو الباص دوت كوبي، وكل اللي انا اعمله هقول له كنترول اف واقول له ريبليس، واقول له الباص ده كله اعمل له ريبليس اول. فكده انا حصلت على اسامي الملفات باسلوب سهل وبسيط وما خدش مني وقت. طيب هل في طريقه اخرى لكده؟ اه، في طريقه اخرى لكده، هو ان انا هنسخ المسار دوت، وبعد كده في اي متصفح من المتصفحات زي مثلا مايكروسوفت ايدج او كروم او فايرفوكس، واديله المسار دوت، فهو بيجيبها لي بالشكل ده. فانا هعمل كنترول اي واروح للاكسل واقول له بيست، فيجيبها لي بالشكل دوت. فأصبح عندي أسامي الملفات اهيت، زائد السايز، زائد الديت موديفيكيشن، التاريخ ده، دي كل ده جه بشكل سهل وبسيط زي ما انت شايف.